بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الأعزاء إنما كنتم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الحدث، أحداث جديدة متواترة في المشهد السوداني. أهم محاورنا لحلقة هذه الليلة الجلسة المغلقة لمجلس الأمن بخصوص الأزمة في السودان، أيضا قراءة في بيان المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وكذلك في هذه الأثناء إعلان تشكيل المجلس السيادي في السودان. مشاهدينا الأعزاء، للحديث حول محاور حلقتنا لهذه الليلة يسعدني ويشرفني يكون معي على الاستوديو ضيوفي الأكارم المحلل السياسي الأستاذ علي البشارة. مرحبا بك أستاذ علي. مرحبا بك أستاذ عاصم، مرحبا بالسادة المشاهدين، مرحبا بالمهندس. ايضا معي على الاستوديو المحلل السياسي المهندس بدر الدين حامد. مرحبا بك مهندس بدر الدين. عبد الرحيم حامد. مرحبا بك كثير، وانت الليله متواجد معنا للحديث حول هذه المحاور الهامه حول تطورات الاوضاع هناك في السودان وما يجري. اليوم جلسه هامه لمجلس الامن تم الاعلان عنها بالامس، دول الترويكا دعت الى هذا الاجتماع الهام لمناقشة الوضع في السودان، اهتمام دولي كبير بالأوضاع هناك في السودان. أيضا المجلس المركزي بالأمس للحرية والتغيير كان له بيان حاسم أكد فيه موقفه الرافض للإجراءات الأخيرة التي اتخذها الفريق أول عبد الفتاح البرهان. كذلك في نفس الإطار أو السياق إعلان للمجلس السيادي الجديد برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو. بداية أستاذ علي بشارة، اجتماع مجلس الأمن، يعني يمكن الأحداث يمكن دوليا هناك مساندة كبيرة جدا للقضية السودانية وقضية الشعب السوداني، إرهاصات هذه الجلسة يمكن هذه الجلسة الثانية والثالثة في بشأن السودان في الفترة القريبة الماضية. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دي الجلسه يمكن الثانيه والثالثه، وهي دول الترويكا زائد ثلاثه دول زي سته دول هي المتبني الموضوع ده، زائد فرنسا واستونيا ويمكن معهم دوله ثانيه سادسه. الاجتماع حتى الان لم الجلسه المغلقه لم تبدا او لم تنتهي حتى الان. سيدخل عليها طبعا برضو ال استكمال الانقلاب بتعيين مجلس السيادي الجديد، واتوقع انه تكون في قرارات يعني تصف في نفس القرارات السابقه في انها تحاول تدعم الشعب السوداني بصوره واضحه، وتحاول برضو تدعم الانتقال السياسي في السودان، وستناشد الانقلابيين في الرجوع لما قبل 25 لاستعادة الشرعية الدستورية اللي هي الوثيقة الدستورية. ولكن برضو تعنت الإنقلابيين قد يشيء بأن هناك من هو وراءه بصورة واضحة، وده بخلينا نتوقع أنه في الجلسة دي نفسها أو الجلسات القادمة في مجلس الأمن أنه روسيا والصين بصورة أكثر روسيا يكون عندها موقف مخالف للأغلبية وتتمترس في حتة معينة، ولكن ده كله لا يمنع في إنه في النهاية كل المجتمع الدولي والمجلس الأمن يمشي في اتجاه إدانة الانقلاب والعمل مع كل الدول في العالم إنها ترفض الانقلاب وتحاول تعمل على رجوع الانقلابيين. لكن برضو أنا شايف برضو قد يكون في عالميا وجود بعض الانقلابات في نفس الأيام في غينيا ولا في غانا أتنك غينيا في غينيا وبتاعت ميانمار وغيره دي كلها هي ذاتها مشجعة للانقلابين، لأن المجتمع الدولي ما كان عنده يعني دور واضح في إيقاف الانقلابات. لكن في السودان ممكن نقرا الموضوع بطريقه ثانيه، يعني في 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 البحر الاحمر اليوم يدخل لي في القوات الامريكيه مع البحرينيه مع الاماراتيه مع الاسرائيليه في زي بيقولوا تمرين مناورات عسكريه وكده، وهناك
وده كله مؤكد لك على دور البحر الأحمر الكبير جدا جدا في سد الأمن العالمي. ويمكن كمان موضوع أثيوبيا برضو يلقي بدور كبير جدا جدا على إنه السودان إذا انهار السودان أو حصلت إشكال في السودان زي ما حاصل في أثيوبيا ده حيكون مشكلة كبيرة جدا جدا للأمن العالمي. علاقة ما يحدث في أثيوبيا بالمشهد في السودان يمكن حنرجع لها أستاذ علي، لأنه هي هناك ارتباط وثيق بين الأزمة هنا وهناك. مهندس عبد الرحيم، المجتمع الدولي يظل يشكل وسيلة ضغط كبيرة جدا للمكون العسكري تجاه تصحيح ما حدث في 25 أكتوبر، لكن هناك أيضا تمترس من جانب قيادات الجيش في السودان باعتبار أنهم ماضون فيما في الإجراءات التي اتخذوها، بدليل أن اليوم كان هناك إعلان تشكيل للمجلس السيادي. بسم الله. والله الحقيقة أمر متوقع جدا أنه من أقدم على الانقلاب أكيد حيكون واضع في برنامجه أنه يستمر فيه لحد الآخر، وإلا لما أقدم عليه من الأول يعني. ولكن تبقى أمامه تحديات كبيرة جدا ما أعتقد أنه يقدر يتجاوزها فيما يخص المجتمع الدولي وفيما يخص الشعب السوداني في الداخل. غير كده أنه حتى الإنقلابيين نفسهم ممكن يكونوا كلهم متفقين على النوايا الإنقلابية، ولكن كل من مشرب يعني، كل عنده مصالحه وكل عنده أهدافه، وحتى الرعاة الدوليين كل عنده أهدافه وكل عنده وسائله اللي عايز يحققها بها أهدافه. هذه كل الأمور هذه تكسرت على الصخرة الأولى اللي هي رفض الشعب السوداني. الصخرة الثانية إنه الوضع الدستوري في السودان هو تم برعاية إقليمية وأممية، وكان فيه الجانب المدني زي ما بنقول بالسوداني عصر على نفسه كده ووافق على الـ على الـ على الشراكة، وكانت واضحة جدا إنه المكون العسكري دائما يحط العصي على الدواليب ويمنع عبور الفترة الانتقالية للأمام. الأمر ده فيما يخص الانقلابيين مدنيين أو عسكريين في الداخل، ولكن هنالك برضو دول في الإقليم ودول دول في الإقليم يعني متخوفة وأعطت رأي واضح في قيادة حمدوك للسودان، وفي دول أخرى مصالحها توقفت، وفي داخليا في بعض الناس برضو مصالحهم توقفت نتيجة لما حدث في الفترة الماضية من تعديل لوجهة الاقتصاد السوداني والإجراءات وربط الاقتصاد السوداني بالاقتصاد الدولي وبكل مؤسسات المال في العالم اللي بتطلب شفافية عالية. الشفافية دي ممكن تكون بالنسبة لبعض الناس هي فيها ضرر بمصالحهم. كلهم تضافرت جهودهم في إنه لازم يعملوا انقلاب، ولكن عليهم إنه يواجهوا الشعب السوداني، عليهم إنه يواجهوا المجتمع الدولي اللي ضخ إلى الآن أكثر من 30 مليار دولار من أجل في شكل إعفاءات ديونه في شكل مساعدات، ضخ أكثر من 30 مليار من أجل العملية الانتقالية نحو التحول الديمقراطي في السودان. أكيد المجتمع الدولي ما بيدفع قروش من فراغ، لأنه كل رؤساء العالم بتحاسبهم شعوبهم وبحاسبهم دافع الضرائب في دولهم في أنه كيف أهدرتم هذه الأموال من أجل انقلاب عسكري. هذه المسألة برضه تخلق تحدي للانقلاب. الأمر الثاني، إدارة بايدن هي جاية ببرنامج انتخابي فيه تدعيم الديمقراطية، وهذا من أوائل الامتحانات اللي بتتعرض لها في إنها تثبت إنها مع التحول الديمقراطي في 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 العالم وفي أفريقيا بالذات. لكن يعني موقف الولايات المتحدة يظل موقف يمكن قوي في الفترة في هذه الفترة تحديدا يعني. نعم، موقف قوي، وبعض الدول الإقليمية موقفها قوي، والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وكثير من الشعوب الحرة في العالم،
وموقف كذلك السودانيين في السودان وخارج السودان في السفارات السودانية في أساتذة الجامعات في غيره كان موقف واضح وكان موقف رافض جدا للانقلاب والدليل على ذلك أنه الانقلابيين أكثر من 15 يوم ما قادرين يشكلوا ولا إدارة واحدة من إداراتهم حتى اليوم تشكيل المجلس السيادي برضو ناقص وما استطاعوا يكملوا ونفس القضية اللي يمكن كان متوقف عليها في السابق ملف الشرق يظل الملف يمكن قيد نعم يعني إلى أن يتم التوافق أو يعني نفس الإشكالية اللي كانت موجودة بأن إدارة الفترة الانتقالية من السيد عبد الله حمدوك والأستاذ علي البشارة يعني يمكن الموقف الدولي ظاهريا هو موقف قوي رافض للانقلاب ويقف وقفة كاملة مع الشعب السوداني لكن هناك أيضا تعنت في الجانب الآخر من الجانب العسكري لو رجعنا في الأيام السابقة يعني نشاهد أن هناك عديد من التصريحات لوزارة الخارجية الأمريكية تحديدا حول ما يحدث في السودان وضرره على الأمن القومي في منطقة القرن الأفريقي التي تشكل يعني منطقة هامة جدا كذلك هناك الحديث حول ما يحدث في أثيوبيا وارتباطه بالسودان الموقف الدولي وتعنت المكون العسكري كيف تقرأ هذا المشهد؟ مثلا المشهد معقد جدا جدا نعم. يعني خلينا نبدأ من البداية يعني آخر زيارة كانت بعد 3 زيارات لجيفري فيلتمان المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي وجلوسه مع المجلس العسكري ومع المجلس السيادة أو المجلس العسكري والفريق أول برهان وتأكيد الفريق أول برهان إنه الجيش زاهد في الانتقال الديمقراطي السلس وأكد إنه الانتقال الديمقراطي المفضي للانتخابات وإنه يعني طمن المبعوث الأممي بعدها بساعة ولا ساعتين حصل الانقلاب هو طبعا ده يؤكد انه الانقلابيين زي ما قال البشمهندس الانقلابيين مستمرين عندهم خريطه طريق واضحه مستمرين فيها وحيواصلوا فيها اوكي السؤال الاساسي انه القوه الناعمه يعني المجتمع الدولي كله طبعا بتعامل بالقوه الناعمه بالدبلوماسيه بالحوار بالتفاوض وما قام به فولكر بيرس في الفتره اللي فاتت من مبادرات وعمل يعني مضني ومتواصل في رأب الصدع ومحاولة حلحلة الإشكال كله ذهب أدراج الرياح وده قد ينقل المجتمع الدولي من التعامل بالطريقة الناعمة دي إلى تعامل مختلف تاني اجتماع اليوم غالبا يطلع بقرارات أوكي؟ لأنه الحالة حالة استثنائية والثورة السودانية زي ما قالت كل المنظمات الدولية والدول وكذا إنه حتى بايدن إنه رئيس الأمريكا بايدن إنه الشعب السوداني أكد بما لا يدع مجال للشك إنه هو ضد الانقلابات هو مع الانتقال الديمقراطي الشعب يعني كل شبابه يعني يمكن الثورة دي هي ثورة الشباب يعني أغلبية الناس من 10-11 سنة لـ30 كم 30 سنة أوكي. وهم يعادلوا ما يقارب 50% من الشعب السوداني أو أكثر أوكي. المجتمع الدولي كله في بعض الدول اللي حصلت انقلابات كان تحركه بطيء إلى حد كبير لأنه كان في قبول شعبي يمكن إلى حد كبير يعني ما في محاولة إنك تتعمل مقاومة وكذا لكن واقع السوداني واقع مختلف جدا جدا وده بخلي المجتمع الدولي يضغط ضغط واضح جدا جدا تجاه العسكريين وتجاه من يقف خلفهم متوقع انه تطلع قرارات زياده في انها تستهدف اشخاص من المكون العسكري اوكي قرارات قد تستهدف الدعم السريع اوكي قد تستهدف الجيش السوداني وتسليحه Okay. او حتى شخصيات بذات لا يعني شخصيات طبعا نعم. النظام الامريكي عنده القانون اللي هي بتاع الشخصيات والحسابات الموجوده في الخارج وكده لكن ممكن برضو يتعدى كان في 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 اشاعات الفتره اللي فاتت انه الدعم السريع نفسها اوكي okay. في بعض الناشطين في اوروبا وكده تحركوا يرون الدعم السريع نفسها واحده من المنظمات اللي المفروض تكون منظمات ارهابيه وفي تحرك زي ده يعني فمتوقع المجتمع الدولي
في الفترة الجاية يعني اليوم وهناي يصل لقرارات واضحة جدا جدا لمنع الانزلاق الحاصل في السودان، لأنه ببساطة شديدة جدا جدا يعني أمريكا مثلا تكلمت بصورة واضحة جدا جدا، إذا استمر الانقلاب معناته أنه كل المساعدات الأمريكية وكل المنح من كل الجهود التي بذلت خلال العامين ستتلاشى حاليا. حتى لو رجعنا حاليا لو رجعنا ل 25 نعم الخسارة كبيرة جدا جدا، لا يمكن مربعات وخير الورق لا يمكن. نعم, نعم. إذا مشاهدينا الأعزاء كان هذا الموقف الدولي وحديثنا حول اجتماع مجلس الأمن بشأن السودان، هذا الاجتماع الذي يقام في هذه الأثناء للنظر في القضية السودانية. أيضا داخليا في السودان على أرض الواقع هناك حراك جماهيري كبير جدا، دعوة إلى مليونية في 13 من نوفمبر يوم السبت القادم أعلنت لها قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين وكذلك العديد من المنظمات والهيئات الحقوقية في السودان. أيضا عمل كبير جدا يجري في الشارع السوداني تجهيزا لهذه المليونية، ليالي دعائية لهذه المليونية اليوم وغدا وتختتم بهذه المليونية. موقف موحد شعبي تجاه ما يحدث في السودان. مهندس عبد الرحيم، الموقف هناك في السودان إعلان التظاهرات في 13 من نوفمبر، مدى استعداد الشارع لهذه الليلة الكبرى، وهل هناك يعني يمكن سوف يكون هناك نوع من القمع وإيقاف هذه المسيرات؟ الحقيقة في يعني هي في عدة دوافع، في دوافع بصورة عامة، دوافع وطنية، دوافع في إنه الناس تشوف تنعم بالحرية والسلام والعدالة، ولكن كذلك أيضا بالنسبة للفئة العمرية اللي تحدث عنها أستاذ علي إنها بتساوي أكثر من 50% اللي هي فئة الشباب الصغار اللي هم ولدوا على أيام عمر البشير في 30 سنة الماضية، هؤلاء لم يروا إلا عمر البشير ونموذج عمر البشير، ولكنهم في السنتين الماضيتين رأوا نموذج آخر لرجل الدولة، رأوا الدكتور عبد الله حمدوك وهو يدير الدولة ويتعامل مع العالم والعالم يتعامل معه باحترام شديد جدا، ورأوا كذلك انفتاح الأفق وإعادة الأمل للسودانيين وللشباب في إنهم يتواصلوا مع العالم ويكونوا جزء من العالم ويستفيدوا من خبرات العالم ومن التدريب ومن التأهيل ومن غيره. الأمر ده كله ممكن يشكل دافع شخصي لأي شاب في السودان في إنه الآن وكأنه انسد عليه الأفق وكأنه عاش حلم جميل لمدة سنتين وصحى من النوم ولقى إنه النظام السابق يعود بنفس البطش وبنفس المشاكل وبنفس نفس العقلية الانتهاكات لحقوق الإنسان ونفس عقلية الدولة، فهذا بخط أمام أي شاب سوداني انسداد في أفق المستقبل، وكأنك أنت بتشجعه في أنه يخرج ضد النظام حتى يعيد الأمل في أنه في المرحلة القادمة، خصوصاً أنه في توحد تام يعني على مستوى السودان وعلى مستوى السودانيين خارج السودان، على مستوى السفراء، على مستوى أساتذة الجامعات، على مستوى الطلاب، على مستوى القوى السياسية، في أنه في توحد تام في مواقف قوى الحرية والتغيير، في مواقف النقابيين، في مواقف الشباب، في مواقف غيره، حتى بعض الذين كانوا جزء من الانقلاب الآن بدوا يغفزوا من المركب بعد ما اتضحت لهم الحقيقة واتضح لهم أنه هو انقلاب كامل وعودة للنظام السابق بكل سوءاته. نعم. حتى بعض الدول الداعمة لهذا الحراك هي أيضا فوجئت بأنه الأمر عودة النظام السابق. نعم. كانت في النقطة دي بس لو سمحت لي مهندس عبد الرحيم لو قطعتك، عودة النظام السابق، هناك الآن حديث كثير حول أن قيادات من الدرجة الثانية في نظام المؤتمر الوطني، نظام الإخوان المسلمين في السودان، الآن هم يعودون إلى الخدمة المدنية عبر التعيينات التي قام بها السيد عبد الفتاح البرهان. ليس له بديل. نعم. ليس له بديل، هم الوحيدين اللي موجودين على الساحة يستطيعوا هم يتعاونوا معه، ولكن بقية يعني شاهدنا كثير من الناس
عرض عليهم يكونوا لرئاسة الوزراء وكده، وكانت ردودهم صعبة جدا في أنهم لا يتعاونوا مع نظام استبدادي، لا يتعاونوا مع حكم فرد، لا يتعاونوا مع نظام انقلابي. كثير من السودانيين كانت عندهم مواقف مشرفة جدا في أنهم هم على الأقل يوفوا بالعهود والعقود والتزاموا تجاه الشعب السوداني في إكمال مسيرته نحو التحول الديمقراطي والوصول لدولة مدنية كاملة. نعم أستاذ علي البشارة، يمكن في نفس الإطار الشارع لديه مطالب عديدة جدا، ويمكن حتى السقوفات هذه المطالب عالية جدا كما نشهد من اللافتات التي ترفع في هذه الاحتجاجات ومن مطالبات الثوار في أرض الواقع، لكن ما مدى تحقيق هذه المطالب وما مدى إمكانية أيضا نجاح 13 من نوفمبر؟ والله زي ما قال الباشمهندس يعني إنه أغلبية السودانيين يعني على دراية تامة بأنه السودان دولة كبيرة جدا جدا، وممكن يكون دولة عظمى لو 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 أحسن السياسيين إدارة موارده أوكي وتنوعه، وظهور حكومة الفترة الانتقالية بقيادة زي دكتور حمدوك وبكمية من الشباب اللي كانوا أيقونات في الثورة وباحتفاء العالم بهم حتى يعني في 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 فرنسا احتفاء كان احتفاء كبير جدا جدا في كل العالم في احتفاء بهم. يعني لو تذكروا برضو قبل يومين في المؤتمر بتاع المناخ اوكي وظهور الكنداكة اللي هي اسمها نسرين الصايم ويعني وبتترافع مرافعات كبيره جدا جدا، ده كله يؤكد انه الجيل ده جيل طموح جدا جدا، وجيل في عدد كبير جدا منه مات وهو يعني يهرب من السودان في ظل النظام السابق ويحاول انه يهاجر الى اوروبا اوكي، واغلبهم ماتوا في البحر حتى وصلوا هناك ما لم يجدوا اي شيء يعني اوكي. الجيل ده يعني جيل كبير جدا جدا، متمسك بالسودان، متمسك بالسودان، يبني هذا الوطن، متمسك بعزة السودان. نعم. وما عنده خيار اصلا، ما عنده خيار غير انه يمشي لدوله مدنيه كامله اوكي. الجيل في الاعتصام بتاع القياده كان بيتكلم عن 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 عن, عن دارفور. نعم. يعني انه يعني كل البلد دارفور يعني اوكي. نعم. ويمنع ضد العنصريه وضد الجهويه وضد القبليه وضد كل شيء. نعم. وحرر المجتمع السوداني من كل امراضه اوكي. الجيل ده افتكر جاهز، شارع السوداني جاهز رغم الظروف الاقتصاديه رغم كل شيء جاهز. يعني خلينا نقول قوى الحريه والتغيير حاليا متماسكه جدا جدا اوكي. مؤتمر الامس وبيانه قوي جدا جدا، في تواصل مع لجان المقاومه مع الثوار على ارض الواقع. اليوم يمكن قريب العشر جامعات سودانيه مجالس عمداء وهنا ومجالس اداراتها يطلعوا قرارات واضحه جدا جدا، تعليق الدراسه، تعليق الدراسه حفاظا على الطلاب وضد الانقلاب اوكي. النقابات، نقابه البنوك المصارف وغيره وغيره، اليوم برضو نقابة السلطة القضائية اوكي اللي هي واحدة من البؤر بتاعت الإسلاميين اوكي. نقابات حددت امس واليوم خلينا الاثنين والثلاث انه في عصيان مدني في اضراب عن العمل وكده، فمستمر الهناي. يعني حتى الانقلابيين طبعا كان يعولوا على انه العزف والعنف والقتل والاعتقالات اللي حصلت للجان المقاومة ولكل الثوار وحتى لكل من يرفض. يعني باشمهندس يطلب منك تكون وزير للبنى التحتية وترفض ياخذوك ويدوك السجن على طول، معتقل على طول. فالاعتقالات دي كلها كانوا يفتكروا إنها قد تثبت الشباب، بالإضافة لأنه من حصل الإنقلاب أول يوم الإنقلاب 400 عضو او عنصر من القوات الامنيه والعسكريه. نعم. داهمت داخليات جامعه الخرطوم الشباب وضربوا كل الشباب ضرب فظيع جدا. نعم. جدا، واستمروا حلقوا لهم شعورهم واستمروا. امس شفت فيديو مجموعه من الشباب جايين من القضارف في الشارع وقفوهم برضو وحلقوا لهم رؤوسهم، ده كله استراتيجيه مقصود بها كسر عزيمه الشباب ديل واحباطهم
وانه الطريق ده ما بيوصلكم لقدام وكذا. لكن رغم ده كله انا افتكر انه الشارع السوداني جاهز، وده بزيد الناس مش العكس. نعم. مهندس عبد الرحيم، يمكن في السياق اللي تكلم فيه واستاذ علي، القمع وهذا التخويف الذي يحصل هناك هي ما هي الا يعني كانها جرعات من يعني تزيد حماس الشعب السوداني في الخروج في 13 نوفمبر، يمكن جاءت بشكل عكسي على الشارع السوداني. هي طبعا هم بيجتهدوا في انها هي تكون تخويف وهي تكون مثبطه للهمم وانها تؤدي لانه الناس ما تخرج والناس تخاف وكذا. ولكن دي يعني دي المشكله دي جايه من اختلاف انماط التفكير. يعني هو اللي خلى الانغاز تسقط باعتراف عرابيها انهم هم بعدوا من الشباب وما عارفين الشباب بيفكر كيف، لذلك فجأة لقوا إنه الشباب وحتى بعض قيادات الدولة السابقة كانوا بيقولوا أن إحنا فوجئنا بإنه المعارضة داخل بيوتنا من أولادنا. فده المشكلة، إنه في اختلاف كبير جدا في طريقة التفكير بين الجيلين. تمام. وعي كبير أيضا في الشارع السوداني بغض النظر عن إنه وعي أو عدم وعي، لكن اختلاف في نمط التفكير. الآن الدولة بتعود بشكلها القديم، يعني بنفس نمط التفكير القديم، فلذلك هي لا تستطيع استيعاب تفكير الشاب الجديد، فهي بتظن إنها بفعل محدد حسب تفكيرها هي إنها حتثبت همته، ولكن لا تعرف أن هذا الفعل يؤدي إلى مزيد من الإرادة. نعم، ولمعارضة قطع. يعني أذكر إنه بس لو سمحت لي، نعم، في واحدة من خطابات صلاح قوش في آخر أيام الحكومة الماضية كان بيقول أن إحنا ذاتنا ضايقنا الشباب أكثر من اللازم لحد ما خليناهم ساروا علينا. نعم. الظاهر إنهم هم إلى الآن ما استوعبوا هذه الجملة، إن المضايقة الأكثر من اللازم تؤدي نتيجة عكسية. إذن مشاهدينا الأعزاء، كان هذا حول الموقف الدولي وداخليا أيضا، الحراك الداخلي في السودان حول الموقف دوليا وداخليا في السودان. أعددنا هذا التقرير، نذهب إلى هذا التقرير ثم نعود إليكم لاحقا. مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم مرة أخرى ومرحبا بضيوفي على الاستديو. إذا كما استمعنا إلى التقرير، جهود عديدة تبذل دوليا وداخليا في السودان إلى إعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي ومواصلة التحول أو الانتقال المدني في السودان. من جانب آخر، كان هناك بالأمس بيان هام من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أكدت فيه وقوفها جنبا إلى جنب إلى خيارات الشارع السوداني. وفي نفس التوقيت كان هناك رسالة من الرئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك للمجلس المركزي للحرية والتغيير بأن القرار الذي يتخذه المجلس المركزي للحرية والتغيير هو معني بتنفيذه. أيضا اليوم تم إعلان المجلس السيادي في تطور أيضا مفاجئ من قبل السيد عبد الفتاح البرهان عبد بيك أستاذ علي في المجلس المركزي للحرية والتغيير، بيان أمس، يمكن البيان أشار إلى عدة نقاط هامة جدا أكدت جميعها وقوف المجلس المركزي للحرية والتغيير مع الشارع السوداني ومع خياراته التي حددها. نعم، يعني البيان يعني يؤكد إنه المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير يعني متماسك تماسك كبير جدا متوحد توحد تام، يعني لأنه البيان كان فيه زي 7 نقاط وكذا، لكن كلها تؤكد على أنه تمسكه بالشرعية الدستورية والرجوع لما قبل 25. وفي نفس الوقت يتحدث عن رئيس الوزراء أنه والمعتقلين لابد من أنه يعني يتم إطلاق سراحهم أنه هم رهائن. التطور الجديد حتى برضو تكلم البيان عن تعامل القوى العسكرية مع الثوار والقمع والترهيب والتعنيف وكذا وهناك، وخصص برضو للمعلمين المعلمات، يعني كان عندهم وقفة احتياجية كبيرة جدا، تعاملت معها القوات الأمنية تعامل سيء جدا وعنيف. اوكي.
وأدى للضرب وتعنيف عدد كبير جدا من الأشخاص، لدرجة أنه إجهاض واحدة من السيدات معلمات. وتحدث البيان كذلك عن استمرار، كأنه البيان كان يؤكد أنه الانقلابيين ذاهبين لنفس الطريق استكمال الانقلاب. عشان كده تحدثوا في آخر نقطة عن أنه هم حيسموا متحدثين رسميين باسم الحرية والتغيير موجودين في الخارج، في العالم، في الخارج يعني قد يكون في أوروبا، في أمريكا، في هناي، في يعني في بعض الدول، لأنه هم يتخوفوا من استمرار النظام في القمع واعتقالات. سوف تكون هناك اعتقالات كبيرة جدا جدا غالبا بعد خروج الناس بكرة، okay. وحيكون النظام مذعور جدا جدا ويتعامل تعامل غير مدروس، okay. وبالتالي هم يحددوا أنه حيكون في ناطقين رسميين، ويمكن لقدام الناس يفكر برضو في أنه يكون في حكومة في المنفى، لأنه الظاهر حس المجتمع الدولي كله يدعم الحكومة، حكومة الدكتور حمدوك، okay. وديل مشوا في حكومة جديدة، okay. ده سيناريو قد لحد الآن الكويس أنه الجيش متماسك لحد الآن، نعم. لم يتمرد، بمعنى انه يكون عندنا جيشين وكذا ونخش في سيناريو نعم. سيء يعني. مهندس عبد الرحيم، جهود الحريه والتغيير كيف تقراها في معالجه الازمه حتى الان، اذا اعتبرنا من 25 اكتوبر حتى الان، كيف ترى في ظل الاعتقالات التي تواجهها المجلس المركزي في قياداته في الكوادر، لكن كيف ترى الجهود وموقفه ايضا مما يحدث؟ وطبعا الحريه والتغيير الان ما مطلوب منه غير الموقف المساند لموقف الشعب السوداني ووقوفه مع الشعب السوداني في مواقفه، ولكن ليس في يده شيء ليعمله، لأنه هو الآن كل السلطة منزوعة منه بواسطة قائد الجيش، وهو المتصرف الآن في البلاد. فيما يخص تعيين البيان المجلس المركزي وتعيينه لمتحدثين خارج السودان، هذا يشير زي ما قال الأخ علي في أنه الأزمة قد تطول، وده يعني بيتطلب من الشعب السوداني في الداخل الاستعداد لذلك، استعداد لحملات من القمع واستمرار التنسيق واستمرار التظاهر واستمرار المطالبة المدنية بعودة الحياة المدنية للسودان. فيما يخص الحكومة، في أمر ممتاز جدا في أنه يعني قبل اليوم ولا أمس أنا شفت مجموعة الترويكا، سفراء الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، اجتمعوا مع الدكتورة مريم الصادق المهدي بصفتها وزيرة الخارجية. هذا أمر ممتاز جدا، قد لا يستدعي وجود حكومة في المنفى أيضا بالأمس، لأنها هي الحكومة الشرعية، والحكومة التي سيشكلها الإنقلابيين ستكون الحكومة غير الشرعية. وبالإضافة نعم، يجب أن نشير البيان للأمم المتحدة بالأمس، نعم. اللجنة القانونية للأمم المتحدة أشارت نعم. إلى ضرورة إلى كل لجميع وكالاتها ضرورة يعني تسمية أو التعامل مع الحكومة برئاسة عبد الله حمدوك، برئاسة عبد الله حمدوك، بكل سفراء وبكل يعني إلى الآن ما زال العالم يتصل بدكتورة مريم الصادق المهدي ويتصل بالسفراء الشرعيين الموجودون في الدول. فالإنقلابيين لا يستطيعوا يتعاملوا مع العالم، ولا يستطيعوا يعينوا سفير أو يقيلوا سفير. حتى بعض قادة الخدمة المدنية في السودان، أنا شفت بعض ردود الأفعال في أنه بعض قادة الخدمة المدنية بيجيوا خطاب فصل وبيرد بأنه دستوريا هذا الخطاب، إنه هذا الخطاب ليس له سند، ليس دستوري ولا قانوني ولا غيره. الأمر الثاني، في مقاومة برضو جيدة جدا من ظهرت في جمعية حماية المستهلك، ظهرت في المحامين السودانيين في الدفاع عن المعتقلين وفي تفعيل. ومن أجود الأشياء إنه الحكومة في الفترة الماضية وقعت على كثير من مواثيق حقوق الإنسان الدولية، مما أتت بذرتها في هذه اللحظة، أتت أكلها في هذه الفترة. وعلى القانونيين السودانيين الاجتهاد في صيانة حقوق الناس والتعاون مع المنظمات الدولية
وغيرها. برضو في بيانات طلعت من أمنستي وظهرت من اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، وفي مساندة كبيرة جدا من كل شعوب العالم الحر. نعم للقضية، نعم للقضية السودانية. أنا بس يعني معاهدة الاختفاء الغزري نعم وقعت الحكومة نفسها قبل يمكن أسبوعين ثلاثة أسابيع. قبل أسبوعين. نعم. هاي دكتور كمال الجزولي ومجموعة من المحامين نعم. استخدموها ورفعوا دعوة واضحة جدا جدا، طلبوا طلب بسيط جدا جدا حسب الاتفاقية دي، أوكي، إنه يا قاضي المحكمة ولا النائب العام تجيب كل السجناء دول عندك انت ونشوفهم يعني. نعم وفق لهذا الاتفاقيه. يعني استاذ علي، يعني من هذا الحديث نستلخص ان هناك جهود عديده جدا بذلت في الفتره الانتقاليه، جهود اصلاحيه لاصلاح الوضع في السودان، لاصلاح التعامل السودانيين مع المجتمع الدولي، مع المنظمات الدوليه المعنيه بهذه الامور. الان نحن نرجع كثير للوراء، الا تعتقد ان كان هناك يعني سوء تقدير من السيد عبد الفتاح البرهان للاجراءات التي قام بها في هذا التوقيت تحديدا؟ هو ما في سوء تقدير، يعني سوء تقدير ده حاجه بسيطه. نعم انا خلي انه القصه يعني باصرار كبير جدا جدا، انت مصالحك الذاتيه والشخصيه اوكي هي اكبر من مصالح الشعب السوداني. اوكي ما فعل الرئيس السابق المخلوع البشير انه رهن اراده الشعب السوداني كلها عشانه هو، عشان مصلحته هو، ده ما يحدث الان. الانقلابيين ديل عندهم مصالح شخصيه، مصالح ذاتيه، عندهم عناد، عندهم ايجو كبير جدا جدا، وممكن عشان الايجو ده بس كي هم يعملوا كل شيء. يعني غادي يكون واحده من الاشكالات الكبيره جدا جدا من الدوافع بتاعت الانقلاب نفسه انه هم يفتكروا انه بعض القيادات اساءت للجيش واساءت ليهم وسوت ليهم وكذا وهنا. وده مثلا اديك مثال، مثلا يعني مثلا محمد الفكيس الامام مثلا اوكي يعني سحبوا منه على طول الحراسات اوكي وبعد ذاك اعتقلوه وكذا وهنا، وده كله بيعتبر انه شنو؟ لانه قال كلام في 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 الدومين بتاع السياسه، كلام عادي جدا جدا ولازم يتقال، يعني لانه السياسه ما فيها نظام بتاع الرانكينج ده بتاع الاوردر بتاع هنا انك تكون حتى المجاملات اي ما فيها الكلام ده كله يعني. فافتكر انه الانقلابيين يعني حيستمروا في نفس طريقتهم دي، لانه زي ما قال لك قبل الباشمهندس انه المايند سيت او طريقه التفكير بتاعتهم هي طريقه تفكير مختلفه توتالي عن باقي الناس، عن السياسيين وحتى عن الشارع السوداني. يعني الشارع السوداني الشوا السوداني عنده فهم يفوق حتى فهم السياسيين السودانيين. اوكي وانا تخلي دي المرحله الثانيه، يعني حيكون في مرحله ثانيه يعني. نعم. القصه الثوره السودانيه دي حتكون ثورها مختلفه توتالي تخلينا، يعني حيكون فيها ابس اند داون كثير. نعم. لكن باذن الله سبحانه وتعالى وباذن الـ يعني باجماع السودانيين كلهم وارادتهم لا يصح الا الصحيح. اي لا حيصل ان شاء الله. إذن مهندس عبد الرحيم، المستقبل للسودان في الأيام القريبة القادمة، رؤيتك لما سيحدث في السودان وفق هذه المعطيات الكثيرة يمكن اللي تحدثنا عنها. والله شوف قبل ما أتكلم عن الرؤية في المستقبل عندي بس تعليق بسيط على كلام الأستاذ علي. نعم. فيما يخص طريقة التفكير وكذا، في لفظة مفتاحية جدا قالها قائد الجيش اللي هي إنه نحن وصيين، هي دي بتلخص طريقة التفكير، في إنه هو لما يكون وصي معناه عنده قوامة محددة على جميع البشر الآخرين. هذه بتخول له إلغاء الوثيقة الدستورية، تشكيل حكومة جديدة، مش عارف إيه، يعني هي بالضبط لا أريكم إلا ما أرى. فهذه المشكلة، لذلك كان من نصوص الوثيقة الدستورية إعادة هيكلة الجيش. إعادة هيكلة الجيش تعني فيما تعني تغيير العقيدة العسكرية لعقيدة عسكرية وطنية، وتتضمن طريقة التفكير المختلة. الفترة القادمة بتعتمد على حاجتين: صلابة الشعب السوداني في مقاومة الإنقلاب، ضغوط المجتمع الدولي، الاثنين بيحددوا المستقبل في الأيام القادمة. إذا كان الشعب السوداني وقف وقفة صلبة
والمجتمع الدولي ساعد السودانيين بما يستطيع، ستكون الأيام الأيام المحزنة قليلة. وإن كان نعم هناك يمكن يعني بعض التقديرات من هنا وهناك لما سيحدث ما بعد 13 من نوفمبر أستاذ علي، توقعاتك؟ والله خصوصا هناك إعلان عن 17 نوفمبر أيضا. لا هو طبعا كويس إنه الناس أعلن، إنه كان يعني قبل فترة أعلنوا عصيان مدني. العصيان المدني طبعا معروف هو آخر مرحلة، عصيان مدني وهنا ده آخر مرحلة، وكان خطأ إنك تعلنوا بدري جدا. وكويس إنهم رجعوا تاني وخدتوا البلان الصح، إنه إحنا 13 عندنا مليونينيات رافضة للإنقلاب العسكري، 17 عندنا مليونينيات. طبعا 17 برضو هي تخلي رمز لتاريخ تسليم السلطة للمدنيين. المدنيين وبعديها حيكون قد يكون يعني زي ما قال لك هنا دائما البلان بتكون تراكمية. يعني انت بتشوف قدامك اسبوع اسبوعين بتحلل البيانات والاشياء والمكاسب وكده وفقها بيكون في خطة. لكن الخطة الاستراتيجية الكبيرة موجودة، خطة استراتيجية كبيرة انه الشعب السوداني وقواه الحية كلها والقوة السياسية وغيره حتستمر في مناهضة النظام ومقارعة النظام حتى الرمغ الأخير. الرمغ الأخير ده أنا شايفه ما بعيد في ظل يعني حتى رئيس الوزراء حددوه حسنا، آخر رئيس وزراء قدروا يوافقوا عليه وتخليه مين كده، لم يتم إعلانه يمكن بشكل رسمي. آخر حد هو كان الأول ذاك الناس تكلموا عنه كلام كثير جدا جدا وفضحوه وطلعوا له حياته. لكن للأسف هناك إشاعات عديدة جدا في الميديا أستاذ عبد الرحيم. ممكن آخر واحد اللي هو كان مدير جامعة أفريقيا العالمية هنود أبية من جبال النوبة، هو وهو أستاذ القانون الدولي وكده، هم حس آخر حاجة هم متمسكين به هو. لكن أنا أتخليه حتى مجلس السيادة قد يكون القرار فيه سهل، إنه البرهان وناسه واللجنة السياسية اللي وراه اللي هي أغلبها إسلاميين وفلول وكده جابوا مجلس السيادة. لكن الحكومة الأصلية وين؟ الحكومة الأصلية في مجلس الوزراء. أوكي، مجلس الوزراء فيه كم قريبة 25 حقيبة 27 حقيبة. أوكي، أنا أيداوت إنه كل الشرفاء وكل التكنوقراط فعلا يعني الممتازين في السودان لن يقبلوا دخول في حكومة زي دي. أستاذ علي البشارة شكرا لك، يمكن الوقت داهمنا، كان هناك يعني للحديث يمكن بقية، لكن نشكرك على تواجدك معنا اليوم. أيضا المهندس عبد الرحيم شكرا لك على تواجدك. إذا مشاهدينا الأعزاء هكذا نكون وصلنا إلى خواتيم حلقتنا لهذه الليلة، تحدثنا حول الجلسة الهامة المنعقدة حاليا بمجلس الأمن بشأن السودان، أيضا مليونيت 13 من نوفمبر يوم السبت القادم، أيضا البيان الصادر من المجلس المركزي كان هناك قراءة حول هذا البيان وأهميته، كذلك إعلان المجلس السيادي قبل ساعات من الآن. نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة من برنامجكم مع الحدث. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.